السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا الخبر الجديد الذي وردنا الآن. الخبر يقول: تفاصيل أعنف معركة لبحرية صنعاء في خليج عدن، ما الذي يجري؟ وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء عن إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة خلال اشتباك استمر لساعتين مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن. وقال بيان تلفز تلاه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب خلال حماية سفينتين تجاريتين أمريكيتين. وأضاف بيان القوات المسلحة إن من نتائج عملية الاشتباك إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة وإجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع. وأكدت أن صواريخها البالستية وصلت إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها، مشيرة إلى أن عملية الاشتباك استمرت لأكثر من ساعتين واستخدم فيها عدد من الصواريخ البالستية. وفي ختام البيان شددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في منع مرور الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وبذلك يرتفع عدد السفن الأمريكية التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية إلى ست سفن منذ العاشر من يناير الحالي، عقب تعرض ثلاثة من قوارب البحرية اليمنية لاعتداء من قبل القوات الأمريكية واستشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية اليمنية في 30 ديسمبر الماضي. ومنذ 19 من نوفمبر 2023 إلى 12 من يناير 2024 نفذت القوات المسلحة اليمنية 15 عملية بحرية استهدفت 18 سفينة، منها 3 سفن مملوكة للاحتلال و5 سفن أمريكية و10 سفن كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي. انتهى الخبر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وتقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.